بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: لا يجوز الجمع بين الحصانة والعمل السياسي. ندوة تعايش المذاهب، ظهور الحوثي زاد من حدة التعصب الطائفي. وتواصل مهرجانات الإصلاح بأعياد الثورة وذكرى التأسيس. أهلا بكم. ناقش رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم مع رئاسة مؤتمر الحوار موضوع ارتباط المبادرة الخليجية بعملية نقل السلطة، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بين الحصانة والعمل السياسي باعتبار أن العمل السياسي جزء من السلطة ولا يمكن الجمع بين الحصانة وممارسة السلطة السياسية في أي موقع سياسي. ودعا الرئيس عبد الرب منصور هادي جميع القوى المشاركة في مؤتمر الحوار إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، منوها بأن جماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر مخرجات الحوار، خصوصا وقد تحملت المعاناة نتيجة انقطاعات الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وغيرها. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الرئيس هادي مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الختامية لأعمال مؤتمر الحوار الوطني يوم الثلاثاء القادم. أكدت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة أن بناء مستقبل اليمن مرهون بمنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات، داعية الدولة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان. وقالت المسؤولة الأممية إن التصدي لانتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في عام 2011 أو التي وقعت في عام 2011 وقبل ذلك يعد ضروريا لإحياء الثقة بين المواطنين، مشيرة إلى أن اليمن يمكن أن يستفيد من برنامج عدالة انتقالية شامل من شأنه أن يسعى إلى معالجة إرث انتهاكات الماضي من أجل بداية جديدة للبلاد. أكد عدد من المفكرين والمثقفين أن أهم مبادئ التعايش السلمي بين المذاهب الدينية في اليمن الاحترام المتبادل وإقامة الحقوق على أساس المواطنة المتساوية واللجوء إلى الحوار وعدم فرض الآراء بالقوة، موضحين أن اليمنيين عاشوا سابقا في انسجام ووئام، غير أن ظهور الحركات الطائفية زادت من حدة التعصب خاصة بعد ظهور ما يعرف بجماعة الحوثي. جاء ذلك في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، وتضمنت محاور الندوة قراءة لتحولات الصراع المذهبي في اليمن في ضوء المتغيرات السياسية وسرد لأسباب التفرق ومقومات التعايش والوفاق، إضافة إلى دراسة عن صراع النفوذ في صعدة وأثره في نشوب حرب طائفية. أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي لتجاوز هذا الصراع، وأنه في ظل عندما تغيب شرعية الدولة والهوية الشرعية السياسية للدولة تظهر حتما تيارات تدعي بأن لها شرعية تاريخية في السلطة أو شرعية دينية كنتاج لغياب الهوية السياسية. طالبت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية باعتبار الكادر الإداري بالنيابة العامة هيئة مساعدة ضمن مكونات السلطة القضائية كنص دستوري، بما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ماديا وإداريا. ودعت النقابة إلى تمثيل الموظفين الإداريين بنسبة 20% من تشكيل مجلس القضاء الأعلى، لما من شأنه تطوير الإدارة القضائية بتواجدها الفعلي في مركز إصدار القرار، حسب بيان صادر عن النقابة. إنشاء هيئة مساعدة
للسلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة وتتبع مجلس القضاء الأعلى لتمثل ليكون لها يعني استقلال كامل في جميع مخرجات المالية والإدارية، ومنعا من الازدواجية بين الخدمة المدنية ووزارة العدل. وثانيا تشكيل، أو عندما تم طرح فريق بناء الدولة حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى، لابد أن يكون لنا ممثلا يتكلم عنا في مخرجات هذا المجلس، وذلك كونه مجلس إدارة يهتم بطرح البناء والتخطيط لمستقبل السلطة القضائية، ونحن جزءا هاما من هذا البناء، ونمثل 80% من مكونات السلطة القضائية ككادر بشري وكذلك أعمال مناطة بهذا الكادر. نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن صباح اليوم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة ذكرى تأسيسه 23 وذكرى الأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر. بحضور جماهيري كبير ووسط أهازيج الإصلاح وأعلام اليمن، أقامت دائرتي المرأة والطلاب في التجمع اليمني للإصلاح بعدن صباح اليوم السبت مهرجانا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، واحتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وقد ألقيت في المهرجان العديد من الكلمات الخطابية، فيما قدمت زهرات الإصلاح وفرقة الأخوة الفنية لوحات إنشادية بالمناسبة نالت القبول والاستحسان. أيها الأخوة والأخوات، إننا نتطلع إلى أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بقرارات تعيد لعدن دورها الحيوي يتلائم وموقعها الجغرافي والاقتصادي، ويلبي حاجات اليمن الجديد، وأن يكون أبناء عدن في طليعة من يلعب هذا الدور. عدن بحاجة إلى طي صفحة الماضي بكل آلامه ويكفيها ثنائية الصراع والنهب وسياسة الضم والإلحاق. يا من يسائلني عن واقع اليمن، وما السبيل إلى المستقبل المدني، وكيف يغدو اليمانيون أجمعهم مواطنين بحق داخل الوطن؟ اجعل من النخب العليا عدانية وحول المدن الكبرى إلى عدن. حضر الفعالية محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فهيم والعديد من الوجاهات والأعيان وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية وجمع كبير من الشباب والنساء والمواطنين. أيها الإخوة أعضاء وأزوات التجمع اليمني للإصلاح، إن الوطن اليوم يعول على جهودكم الكبير، ويعول على هذا الجهد الكبير الكثير. هذا الجهد اليوم الذي لا نتكلم عنه بنغمة الحزبية، هذا الجهد الذي نتكلم عنه من خلال طرح التوافقات، من خلال طرح التشارك، من خلال إيجاد مساحات كبرى تستوعب كل أبناء الوطن، حتى نصل إلى منجزات تصير هذه المنجزات حقا لكل أبناء هذا الوطن. إصلاحي عدن ظهروا اليوم أكثر توهجا وحيوية ونشاطا وعزما تماما مثل أمواج بحرهم المتدفقة بالحرية والأمل على مر الأزمان. مياد خان لقناة سهيل، عدن. احتفل أبناء الدائرة 17 في أمانة العاصمة بأعياد سبتمبر وأكتوبر والذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح بإقامة مهرجان فني وخطابي صباح اليوم وسط حضور شعبي لافت. جع 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 وين وزير الصناعة، جع 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 وين وزير الصناعة، كلها المنتجات تعليب ولا طباعة.
هكذا كان أجواء المهرجان الجماهيري الذي نظمه صباح اليوم التجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 17 بمناسبة ذكرى سبتمبر وأكتوبر والذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. وفي الحفل رحب الشيخ مكرم الحلالي بالجماهير الغفيرة التي توافدت إلى ساحة المهرجان منذ الصباح الباكر. من جانبه أكد الشيخ عبد الله صعتر أن التجمع اليمني للإصلاح مع الوفاق مهما كانت الظروف، وأن محاولة بعض الأبواق الإعلامية تشويهه بحجة تردي الأوضاع لم تعد تنطلي على الشعب اليمني، موضحا أن النظام السابق قضى على كل شيء جميل في هذا الوطن. إن الأحرار يموتون من أجل المبادئ، والعبيد يموتون من أجل أسيادهم. الأحرار يسجدون للحي القيوم ويركعون له، والعبيد يركعون لتقبيل ركبة سيدهم أو قدمه. الأحرار لا يبيعون المبادئ بأي ثمن، لا بمنصب ولا بمال. لم تغب المرأة الإصلاحية عن ساحة المهرجان، بل كانت حاضرة بقوة، وأوضحت نسيب الجبلي في كلمتها عن دور المرأة في البناء والتنمية. فنحن نؤمن بدور المرأة المؤثر، فالمرأة نصف المجتمع، بل النصف الذي يؤثر في حياته أبلغ تأثير. الحفل تخللته العديد من الفقرات الفنية والمشاركات الإبداعية، والطفلة حماس عبرت عن كثير مما يدور في خلجات صدور الكبار. حفل الإصلاح لأنت اليوم فرحتنا، يهناك حفلا حباك الله إحسانا. جميل الأصبحي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي قال في كلمته أن الحملة الإعلامية التي تسعى لتشويه صورة الإصلاح هي بسبب وقوف التجمع اليمني في وجه الحكم العائلي، وقضى على أحلام التوريث والتمديد بالشراكة مع القوى الوطنية في اللقاء المشترك. السؤال اليوم: لماذا التجمع اليمني للإصلاح يحظى بشرف هذه الحملة؟ أقول لكم: واحد، لأن الإصلاح انتهك الديمقراطية والحوار وسيلة وغاية ومنهجا. اثنين، لأن الإصلاح غدا الحصن الحصين للجمهورية والوحدة والأمن والاستقرار. ثلاثة، لأن الإصلاح وقف ضد التوريث والسلالة العائلية والقروية. لأن الإصلاح وقف ضد الظلم والقهر والاستبداد وضد الفساد والإفساد. خمسة، لأن الإصلاح وقف مع الفقراء وهم غالبية الشعب، ووقف مع المواطنة متساوية. ستة، وهو الأهم، إن الإصلاح يمتلك مشروع دولة يمنية قوية موحدة مستقلة يكون قرارها بيدها، تعتمد على نفسها ولا تتسول قوتها من الخارج. لكل هذا اجتمع المسعورين من ناهبين المال العام ومهربي الممنوعات والمتاجرين بالأوطان، من عفافشة الظلام. أليس لكم يا إصلاحيون الشرف بأن مثل هؤلاء هم خصومكم؟ آمال الحوار ومخرجاته لم تكن غائبة عن المهرجان، فقد أكد الأستاذ أحمد شرف الدين أن الشعب اليمني يتطلع إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل اليمنيين والعمل على تصحيح الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولن يكون ذلك إلا بتكاتف كل القوى المخلصة للوطن. الحفل حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، كما شهد عددا من الوصلات الإنشادية قدمها المنشد صالح المزلم وفرقته، كما كشف الفنان محمد الأدرعي عن المشاريع الصغيرة التي تسعى لهدم اليمن من خلال مسرحية بعنوان مشاريع. كان
كما نظم التجمع اليمني للإصلاح الفرع 16 مهرجانا جماهيريا فنيا للاحتفال بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر وذكرى تأسيس حزب الإصلاح، واستعرضت فقرات المهرجان تاريخ الإصلاح وتضحياته المستمرة من أجل مصلحة الشعب ابتداء من مشاركة رموز الحركة الإسلامية في ثورتي سبتمبر وأكتوبر وصولا إلى مشاركة شباب الإصلاح في ثورة التغيير وتقدمهم الصفوف الأولى بغية التخلص من نظام الفساد والاستبداد. كما ألقيت عدد من الكلمات الخطابية دعت إلى توحد كافة القوى السياسية من أجل بناء يمن جديد حديث تسوده العدالة والمواطنة المتساوية. احتفل أيضا التجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 13 بالأمانة في العاصمة صنعاء بذكرى أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر والذكرى 23 لتأسيس الإصلاح. حضر الحفل قيادات من التجمع اليمني للإصلاح وشخصيات اجتماعية. كما أكد الإصلاح على ضرورة تكاتف جهود الجميع وتغليب المصلحة الوطنية من أجل الخروج باليمن إلى بر الأمان وإنجاح نتائج الحوار الوطني الشامل. نظم التجمع اليمني للإصلاح في محافظة البيضاء مهرجانا خطابيا وفنيا حاشدا بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس الإصلاح وأعياد الثورة اليمنية. بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس الإصلاح وأعياد الثورة اليمنية المجيدة، نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء مهرجانا خطابيا وفنيا حاشدا. المهرجان شهد إقبالا كثيفا وحضورا لافتا تقدمه عدد من قيادات المحافظة والأحزاب السياسية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وحشود كبيرة من المواطنين. كلمة المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة البيضاء تطرقت إلى الدور الحيوي والنضالي للتجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه وصفحاته المشرقة من خلال اهتماماته الكبيرة من أجل الوطن في مختلف الجوانب، والذي كان في كل مراحله منحازا لكافة قضايا اليمن الكبرى وفي كل المحطات التاريخية وقبل بالقليل رغم حجمه الكبير. أعلن الإصلاح عن نفسه خادما لشعبه اليمني العظيم، وجاءت ولادة الإصلاح كامتداد طبيعي للحركة الإصلاحية اليمنية المباركة بما تملك من موروث ثقافي ورصيد معرفي وعمق مجتمعي، وفر للإصلاح رصيداً وطنياً في أوساط المجتمع ومده بزاد فكري وثقافي وثراء فقهي يجمع بين الخصوصة اليمنية والعمق العربي الإسلامي. كلمة اللقاء المشترك بالمحافظة أكدت أن الإصلاح أثبت مصداقيته ووفاءه الوطني بدخوله معارك نضالية عدة من أجل اليمن، سواء معارك سياسية أو حوارية أو جماهيرية، وحرصه الدائم على المساهمة والمشاركة في تحمل هموم الوطن والشعب وتحقيق أهداف الثورة. قدم بالتهاني والتبريكات للأخوة في حزب التجمع اليمني للإصلاح، والذي ومن تأسيسه استطاع أن يثبت مكانته كحزب سياسي فعال ومؤثر في الساحة السياسية اليمنية، وأصبح رقما قويا في هذه الساحة من خلال ثبات مواقفه الوطنية وتضحياتها التي قدمها وما زال يقدمها إلى جانب شركاء في ضد الأحساب اللقاء المشترك والقوى الوطنية المخلصة في الساحة اليمنية. شباب الثورة بالبيضاء كان لهم حضور في المهرجان، وثمنت كلمتهم دور الإصلاح الريادي في الثورة الشبابية الشعبية السلمية والبصمات الواضحة للإصلاح في التغيير وتحقيق تطلعات الشعب نحو مستقبل مشرق ينعم فيه كل يمني بالحرية والعيش الكريم. لقد كان شباب الثورة وطوائف الشعب اليمني بأجمعه وعلى وجه الخصوص شباب التجمع اليمني للإصلاح جنبا إلى جنب في مسيرة الثورة المباركة، تقاسموا فيها التضحيات وقدموا فيها النفوس الزكيات غير آبهين بتلك الأصوات النشاز التي كانت تريد الوقيعة بينهم. أبناء البيضاء اختتموا فرحتهم واحتفالهم بتأسيس الإصلاح وأعياد الثورة اليمنية بعدد من القصائد الشعرية والأناشيد والأهازيج والرقصات الشعبية. فهد الطويل، قناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء.
نظم حزب العدالة والبناء صباح اليوم بمحافظة إب تدشين المرحلة التنظيمية للحزب وافتتاح المقر الجديد وسط حضور جماهيري ورسمي. رئيس حزب العدالة والبناء محمد أبو لحوم قال إن اليمن اليوم تختلف عن الماضي بالعزيمة والإرادة الشعبية والسياسية في إحداث التغيير المنشود، وخصوصا بعد ثورة شباب السلمية الشعبية المستمرة والمتجددة والتي تهدف إلى بناء الدولة المدنية الحديثة على أرض اليمن الجديد. ودعا أبو لحوم كافة القوى اليمنية للاصطفاف من أجل بناء اليمن الذي يشارك فيه كل أبنائه. اندلعت صباح اليوم وسط مدينة حجة اشتباكات بين مجاميع مسلحة تتبع قبيلتي محافظ المحافظة علي القيسي ورئيس مؤتمر حجة فهد هشوش أدت إلى إصابة بعضهم بجروح. وقال شهود عيان بأن المسلحين تبادلوا إطلاق النار وسط سوق للخضروات الواقع بجوار مكتب أمن المحافظة على خلفية أحداث السوق المركزي للخضروات والذي راح ضحيته قتيل وسبع جرحى بينهم اثنان من أفراد الأمن قبل أشهر. كما تجددت عملية الاشتباكات إثر قيام المسلحين باقتحام مكتب بريد المحافظة ومجمع النصر التربوي ومكتب عقارات الدولة مع التمركز على أسطح بعض المنازل المجاورة ما ألحق بالمباني الحكومية بعض الأضرار. وبحسب مصادر أمنية فقد رفضت قيادة الأمن المركزي بالمحافظة توجيهات لمكتب أمن المحافظة بتدخل لفض الاشتباكات الذي استمرت لعدة ساعات مبديا استغرابه لمثل هذا التصرف. أدان المنتدى الإعلامي بمحافظة حجة الاعتداء الذي تعرض له مصور قناة سهيل والفضائية اليمنية ومصادرة معداتهم الإعلامية أثناء تأديتهم لعملهم، وطالب المنتدى الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناه وتسليمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وعقابهم الرادع. يشار إلى أن كاميرا سهيل والشعار الخاص بها ما تزال في قبضة الشيخ بشير الأدبعي ومجامعه المسلحة الذين اعتدوا على مراسل قناة سهيل وطاقمها الإعلامي في محافظة حجة. قناة سهيل إذ تستنكر جريمة الاعتداء على مراسلها والطاقم الإعلامي بحجة تطالب نقابة الصحفيين القيام بدورها في حماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي، وتعتبر هذا الخبر بلاغا للنائب العام ولوزارة الداخلية. وتؤكد قناة سهيل أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيدها إلا إصرارا على نقل هموم الناس وقضاياهم وكشف ملفات الفساد والمفسدين في كل أرجاء الوطن. تواصل ميليشيات الحوثي اختطافها للطالب الجامعي حزام عبد الله الفقي في مدينة صعدة منذ 3 أسابيع وسط تعتيم عن مكان احتجازه. وقالت مصادر مقربة من أسرة الطالب التي تسكن في منطقة فوط بمديرية حيدان أن ابنهم سافر لإكمال دراسته الجامعية في عاصمة المحافظة واختفى في ظروف غامضة ولم يعد إليهم. وأضافت المصادر أن أقارب الطالب كانوا يتصلون على رقم هاتفه المحمول فيسمعون رنينه دون أن يجيبهم قبل أن يغلق الهاتف تماما في الأيام الأخيرة، وأنهم ما يزالون يبحثون عنه في كل مكان داخل المحافظة منذ 15 يوما ولم يجدوه. وحمل عدد من أقارب الطالب المختطف ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عما قد يتعرض له الفقيه كون الحوثيين هم من يحكمون صعدة. أغلقت السلطات المصرية اليوم السبت الميادين الكبرى في القاهرة والمدن الرئيسية تحسبا لمظاهرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية غدا الأحد بمناسبة الذكرى 40 لحرب أكتوبر. يأتي هذا بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في تظاهرات الجمعة التي عمت المحافظات المصرية، ووصلت حشود الثوار في القاهرة إلى محيط الرابعة العدوية وميدان التحرير في وسط القاهرة، ومنعت قوات الجيش والأمن المتظاهرين من الوصول إلى الميادين وأطلقت مسيلات الدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وفي هذه الأثناء نددت الأمم المتحدة وواشنطن بأعمال العنف وشددت على مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حماية حقوق المتظاهرين السلميين.
نظم أبناء شهداء المقاومة في قطاع غزة مسيرة حاشدة في ذكرى الانتفاضة وتأكيدا على استمرار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة أرض ودولة فلسطين. مراسلتنا أسماء كساب والتفاصيل. في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى، تتواصل الفعاليات المستنكرة لتلك الانتهاكات في مدينة غزة على مدار أكثر من أسبوع. إحنا جايين اليوم نعتصم عشان الأقصى، الأقصى في خطر، بنحكي للشعوب العربية يقفوا معانا يد واحدة. الشعوب العربية نايمة وسايبة الأقصى في خطر، بنقول لهم كلمة فوقوا معنا، اقفوا معنا يا عرب. وين جزاننا استشهدوا وأولادنا أيتامين بدي ربيهم هدول، حتى يعني لا واقفين معانا ولا بدنا يا إيد واحدة نقف، كلنا الشعب العربي كله يقف واحدة إيد واحدة. وفي ذات السياق خرج عشرات الأطفال والنساء من أبناء الشهداء في مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة غزة استنكارا لما يحدث من عمليات تهويد بمدينة القدس. نقوم بهذا المسير المحمول الذي يضم أهالي الشهداء وأبناء الشهداء وأسر الشهداء من أجل أن نوصل رسالة للعالم، أو من أجل أن نوصل أبناء الشهداء وأسرهم رسالة للعالم بأنهم يدينوا كل ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين في المسجد الأقصى، فإن آباء هؤلاء الأبناء قد ضحوا بدمائهم وقد سقطوا من أجل تحرير المسجد الأقصى، واليوم نرى أو لا نسمع ولا نرى أي إدانة أو شجب من العالم أو حتى من المسلمين للأسف. وناشد أبناء الشهداء الأمة العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ما يحدث بالقدس والأقصى والدفاع عن المقدسات الإسلامية. قلوبنا نحن الأيتام أبناء الشهداء نعتصر ألما على ما يحل بك من أدى، يا من ذهبت أرواح آبائنا في سبيل تحريرك. اليوم نرى الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى دون أن نسمع صوت لأحد من مليار ونصف المليار مسلم. اعتصامات وفعاليات من كافة أطياف الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ما زالت متواصلة للتأكيد على مواصلة النضال وحماية الأقصى والقدس من الانتهاكات الإسرائيلية. تتواصل المسيرات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى وتجديد الوفاء بحماية تلك المقدسات من تلك الانتهاكات. أسماء كساب لقناة سهيل الفضائية، غزة، فلسطين. في نهاية النشرة مشاهدين أذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: لا يجوز الجمع بين الحصانة والعمل السياسي. ندوة تعايش المذاهب: ظهور الحوثي زاد من حدة التعصب الطائفي. وتواصل مهرجانات الإصلاح بأعياد الثورة وذكرى التأسيس. في الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.